أول فرن عملته في حياتي كان عمري 17 سنة، جدودنا بقوا فران ويخبزوا فران. لقيت احنا لما صار الكهرب يقطع كثير عددا وتيجي تخبز المرة بتكون عجينة الله سهل عليه. الكهرباء ما ساعدتش مع العالم، صارت لقيتها تجري الناس على جدود جدودها. الفرن لقيتها بدي اعمل لك فرن، بدي ثاني بدي فرن، عشان ايش؟ على الوضع اللي احنا وصلناه هذا، على الوضع تاع الكهرباء. أنا بنبسط لما أعمل الفرن وكل يحمل فرن ويطلع شاطر هالزاي، الكل بدعي لي والكل بقول الله يرضى عليك يا أم جمعة، الله يخليك أولادك، نقطينا من هالمشاكل كلها هيتها.